يقال عنها عاصمة الرمل الأخضر. قهروا الرمال وشيدوا فوقها حياة خضراء، عاشوا بين النخيل واسترزقوا منها ما طاب لهم من العيش والبقاء. نقشوها لوحة لوحة على رمال عنيدة بقهر من الزمن وعرق بارد، على أمل أن تستمر الحياة المنشودة. مرحبا بكم، وين؟ في مدينة الألف قبة وقبة. شوف يا أم البراري يا عظيمة من عظمة القادر الباري، شوف يا محبتنا يا طب لوجعنا وعلتنا، هني لبعناها هي لبعتنا، لا سمونا ولا شبحنا شاري، عشقنا المدينة والقرى والترابة، وحسبي ما عشقت الواد والمجاري، وحسبي ما عشقت الوهم ما تبعت سرابة، ولكن عشقي في بلدتي ودياري. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، صباح الخير عليكم. أصبحنا وأصبح الملك لله. ألف قبة وقبة، علاش سميت هاك؟ أصل التسمية علاش؟ وثاني علاش كاين القبب بزاف؟ حدايا زوج، ها واحد زوج. الألف قبة وقبة هذه سميت بتسمية الصحفية السويسرية، جاءت لهنا إلى مدينة الواد وسمت هذه، لما تجولت في الواد لقت فيها القباب، القباب سمتها ألف قبة وقبة. إذن تسمية من عام 1911. وطبعا حبوا يشبهوا الفكرة هذه تاعت ألف قبة بألف ليلة وليلة، واللي يقولوا مدينة ألف قبة وقبة، هي معناها كان يحلم ويرجع ويعود إلى ما يوجد في التاريخ القديم، ألف ليلة وليلة. الأصل القبة هذه استعملت من أجل المصلحة، الشمس طيلة السنة موجودة، لهذا الشمس في فصل الصيف تنزل عمودية على القباب على المباني، لما تجي الأشعة نتاعها عمودية فتتفرق الأشعة هذه، تنزل هكذا من بعد تندثر كلها، فيصبح البيت بارد من الداخل في فصل الصيف. كلازم علينا قبل ما ننطلق في البحث عن أسرار هذه المدينة واتسوف أنه نتقهو، لكن ليس في مقهى عادي. بسم الله الرحمن الرحيم، معكم مرزوق السعيد، مرحبا بكم في أقدم مقهى بولاية وادي سوف، مقهى زقاق البيرو. إذن جينا لوحد المقهى هنا في السوق، سوق واتسوف، مقهى بزاف، مقهى أثرية. قلت لك هذه المقهى معناها كانت جمعت ما يوجد في سوف من تقاليد المعيشة، معناها يأخذ نظرة على الحياة القديمة في سوف هذه. للأسف نتمنى أنه ما تنباعش، لأنه راهي للبيع، ثم شغل هذا أمنية برك أنه ما تنباعش هذه القهوة، تقعد هكا قهوة أثرية، يجوها السياح كما أنا جيتها، كما الناس أخرين راح يجوها ويكتشفوا التاريخ تاع واتسوف فيها أكثر من أنه يتقهوا ولا يشربوا ولا تاي. وعلى ذكر التاريخ، فالرجل السوفي له قصة طويلة مع هذه الأرض، قصة عنوانها الصبر وعدم الاستسلام، قصة مشحونة بروح التحدي والبقاء. هذه معناها خاصة بالواد. الفلاحة كانت معناها ما يسمى بغرس النخيل، الفلاحة كانت موجودة كغرس النخيل. شكلت التمور وزراعة النخيل الشغل الشاغل لرجل السوفي، لكن المهمة أبدا لم تكن سهلة. فلو جاز لنا أن نضع عنوانا لتلك الفترة من صراع الرجل السوفي مع بيئته، لقلنا إنه الصراع من أجل البقاء الذي أفرز عن انتصار عظيم للإنسان السوفي في وجه العقبات والبيئة الصحراوية التي لا ترحم. يقول لك أنه البيئة تصنع الرجال ولا تصنع الطباع تاع المنطقة اللي يسكنوا فيها، والبيئة الصحراوية بيئة صعب 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 تأقلم فيها، خاصة كلش صحراء، والناس اللي سكنوا واد سوف السوفيين يقول لك كي جاوا الصحراء لقاوها يعني خموا كيفاش يوصلوا للماء باش ينوضوا هذاك النخيل. والنخيل هذا باش يتغرس يلزم يحفروا له في الارض، وين يحفروه حتى يوصلوا الى يعني قرب الماء يحفروا له. تخيلوا كيفاش طريقه الحفر يدويه، وما توفير ديمومه الماء لمنح الحياه للنخيل وسط هذه الرمال اللافحه الا واحده من اشق المهام واصعبها. حاول باش يكون حتى هو صبور في ذلك، يهز بالقفة والملاية الملاية وهز على ظهره باش يحفر أكل واحة، هذيك واحة النخيل،
باللغة الصوفية غوط. كون تشوف يعني واد سوف من الفوق راح تشوفها معمرة بهذو لي غوط والنخيل جاي داخل كاع. الفكرة كانت شاقة وقاسمة للدهر كما للسواعد، وقد تتبعتها أجيال وراء أجيال يحملون الرمل على الكتف ويخرجونه خارج الحفر. شوفوا هذا واحدة من الأمثلة على الغوط. الحاجة العجيبة أنه كي يحفروا هذه الحفر ما يستحقوش أنه يزقوا النخيل أوتوماتيكيا، ما حاجة تولي تلقائية، يعني النخيل يتسقى بالماء وحده يعني بنفسه، معاش معناها يحتاج للسقي، معناها يشرب بصفة طبيعية ويأخذ حقه بصفة بحسب ما تحتاج النخلة، لا تفسد ولا تعطش في نفس الوقت. ويسموها لمعنى الشرب، هذا شرب كما يشرب الطفل الحليب من أمه، وسموه معناها شرب البعلي. ولذلك النخيل اللي هو يغرس في 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 الواد بالطريقة التقليدية القديمة يعني أفضل بكثير من النخيل الذي يغرس بالعيون الآن. ليش؟ الفرق ما بيناته وبين معناها ما كما الطفل الذي يتربى بالماء الحليب التقليدي الحليب الصناعي، وبين الطفل الذي يرضع ويشرب حليب الأم. فاكهة الصحراء، يعتبر النخل من أشهر الأشجار التي عرفها الإنسان منذ أقدم العهود. بالنسبة للسوفي هي علاقة حياة، بل علاقة وجود. وتأتي الأهمية القصوى لشجرة النخيل، الشجرة المباركة، على قدرتها الفائقة على إمداد تلك المجتمعات بالمتطلبات الأساسية والضرورية للحياة. احنا الآن باش نعرض المتحف نتاعنا، هذا وين المتحف نتاعنا راهو يعتبر للتراث، التراث السوفي، والتراث السوفي يعتمد على النخلة، النخلة كمصدر له. إذن جدودنا بكري كانوا يستعملوا النخلة، ما يخلوا فيها حتى شيء، النخلة هذه من جريد، من سعف، من قطون، من الساق نتاع هذاك، من الكرناف نتاعها، هذه الأشياء كلها يصنع بها الأدوات نتاعها المستعملة. مثلا نقول احنا في عصر الحجري كانت الأدوات حجرية، احنا الآن في عصر في واد سوف يعتمد الأشياء كلها من المصدر نتاعها، هو الأساسي هي النخلة. زرب موجود وين؟ في النخيل. هاو هذا وين؟ هذا الدوح نتاع الأطفال الصغار، هاو بعصي نتاع النخلة. حتى النخلة لما تفارق الحياة يستغلها السوفي ويخرج من قلبها عصير هو الأشهر في الوادي. تشرب عباد؟ هيا حبيبي. بسم الله. شادين شادين شربوا دروك؟ اللاقمي. اللاقمي من النخلة. من النخلة؟ أيوة. مشروب كيفاش من النخلة؟ فهم. هذا يخرج من النخلة، يخرج يحل النخلة. يقلب نتاعه يخرج. صفى ويتريقل ويولي مشروب. يولي مشروب. سما ضربنا تكروايت في غردية واللاقمي في واتسو. بسم الله. قلوا ديلك؟ ضو. حلو وبرد. راح الغردية يا جماعة. سلام صاحبي بلاش اخيرا غايه واخيرا نضرب اللاقمي باطل هاك واش بصحتك والله باطل اشرب بسم الله خاك صح عليك وشوي لاباس خير الحمد لله الله يسلمك ما شاء الله منعش والله لا منعش عجبني ما شاء الله صح عليك اه ما شاء الله تحس باللي شغل العسل تاع 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 نخله والله تحس بحلو شغل تحس باللي عسل تاع نخله بسم الله صحتك سلمك واش على دار اللاقمي شعل الكاس هكا كاس 5000 باطل لتر باطل طيب كي نروح نديرو يطرو معايا مرحبا هي صاي يطرو ب 20000 اللي جينا حلوه وبنينا واللي حبنا جينا إذا رانا في السوق يعني هنا السوق الكبير تاع واد سوف ومعروف السوق تاعهم
معروفه واتسوف كونها مدينه تجاريه بامتياز. يعني في كاين هنا سوق شحال من عده اسواق متصله مع بعضها وشكله سوق كبير، والبلاصه اللي جايه فيها واتسوف بلاصه استراتيجيه بامتياز، جايه في الشمال الشرقي على الحدود التونسيه، والتوانسه بزاف يدخلوا هنا الاسواق يشرو، فالبلاصه تاعها استراتيجيه بوابه الصحراء. ان شاء الله دروك راح نروحوا نلبسوا اللباس التقليدي تاع واتسوف، لازم نفوتوا عليه. عاود واحد زوجته مريقله هاي مريقله ماله مريقله كلمه سوف تسمعها في كل افواه السوفيين، مريقله. ومعنى هذه الكلمه ان كل شيء بخير، طيابه وهايله. هاي كيسموا هذا الحلو؟ ميتنا حلوه ميه مريقل. هبب وجبه هو احسن وجبه هنا، احسن وجبه في واتسوف من بواتنا وجدودنا، تاع جدودنا تاع بواتنا احسن فول. هذا تاع بواتنا تاع جدودنا احسن وجبه هو الفول. وعلاش؟ لماذا؟ من جدودنا لجد جدود. متوارث في الفول. نعم. كيفاش هذا راه غذاء كامل، بروتينات كامل. هذه راه بروتينات كامله. انا ندوقوا اللي يجي الواد سوف ما ياكلش الفول هنا، راه بحال ما جا الواد سوف. لا كول هذه ولا مريقله، ديما على العام مريقله. مريقل مريقله مريقله على الكتالوج. يحفظك بارك الله فيك ما شاء الله. بنين الفول السوداني موجود هنا بكثره وبوفره وبعده انواع، وأتأسف لما أسمع أن هناك من يستورد من الخارج، لأن الفول السوداني للجزائر وللوادي خصيصا من أجود أنواع الفول السوداني أي الكوكاو في العالم، وأدعوك للتذوق والحكم بنفسك. شو قلت لي؟ روبي دوروجين. أي مريقلة. السلام عليكم بارك الله فيكم. هيا تهلو كربونا. حاش نقول لك مريقلة بيخليك أي مريقلة إن شاء الله. أي مريقلة شكرا دورة هاي. السلام عليكم. مريقله. كيفاش حتى جاتهم الفكره باش الصحراء زرعوا فيها؟ هذه مالها من القديم، من القديم كانت في غوطه هنا، كانوا يزرعوا فيه اللوطه، يحفروا ويزرعوا فيه اللوطه، ياكلوا منه وعادوا هنا الواد، معناها كاين عادوا يصدروا للولايات الاخرى، معناها قهروا الطبيعه. قهروا الطبيعه، هذه هي الكلمه اللي بغيت نسال، قهروا ترويض الصحراء. كاين ترويض الاسود وتشوف ترويض الصحراء. تخيلوا انه هذه الصحراء ومعروفه الصحراء بالبيئه تاعها قاسيه جدا، قدروا الناس واتسوف انه يردوها جنه، بالفعل جنه، ويغرسوا فيها جميع المحاصيل الزراعيه اللي ما تتخيلهاش في عقلك. البطاطا تنوض هنا والعديد من الخضر والفواكه ينوضوا هنا، هذا مثال فقط على النخيل. فهذه واحده من الامثله الغوط، وراح نروحوا ندوكم وين كاين المحاصيل الزراعيه الاخرى. وهذا الشيء وهذا السبب اللي خلاني نجي لواتسوف، كيفاش قدرت الناس واتسوف انه يردوا صحراء الى جنه خضراء. كاين الخير كاين الخير، رانا متوجهين للاراضي الزراعيه اللي بغيت نوريها لكم. ديال الروح قول لها حشريت ينوض لك الماء المتول كلش. واش كاين في واتسوف؟ كاين بطاطا، كاين الرمله الصفراء شتولي؟ الرمله الصفراء تولي خضراء. والله لا جنه الرمله ردينا جنه. نقلبوها خضراء. نقلبوها خضراء. الصفراء نقلبوها خضراء. واش كاين المحاصيل الزراعيه اللي رايت؟ كاين البطاطا، كاين الثوم، كاين البصل، كاين اللي راهي تحصد دروك الشعير قلت لي درك راه كاين الشعير والثوم والبصله والبطاطا. اي ان شاء الله هذا المنتوج اللي راه واجد. راه واجد ان شاء الله ان شاء الله. واجد انت. هيا بسم الله طلعنا تعليم. جماعة سبحان الله، تخيلوا رانا في وسط الصحراء، في وسط الصحراء وشو كل شيء مرايا راه خضر. وراح نرافقوا اسماعيل، هو راح يحكي لنا اكثر واكثر، هو اهل اختصاص. انت خضره. خضره في وسط الصحراء، شوفوا رماله والله لا رمال. ها ولا يقول لك، قال لي اصعب التحديات هي الرياح، تقبلهم بزاف في الزراعه. نعم كان اول تسبب الرياح، وكان معناها الصقيع هو الجليد
الجليد. ايه جليد. هذا وين يسبب كذلك الاضرار خاصة في مادة البطاطا. وش هو الشاشة تزرعوه قحنايا؟ هنا اللي نزرعوه الحوايج اللي صالحة. اللي صالحة. كل شيء صالحة هنا. كل شيء صالح. كل شيء صالح من هنا. سبحان الله. كل يقول لك انه الحاجة اللي تتميز بها واتسوف انه الرمال. هنا راكم غارسين على الرمال ديريكت. ايه غارسين على الرمال. على الرمال. إيه. الغوط هو اللي يحفروا له، مي هذه ما يحفرولهاش. نعم هذا ما يحفرولهاش، هذا هذه طريقة حديثة معناها فوق سطح الأرض كلها. فوق سطح الرمال. فوق سطح الرمال. نعم. سبحان الله. أي حية تنوض هنا. أي حية تنوض هنا. سبحان الله. معناها مثل كوكاو مثل الثوم مثل البصل مثل الشعير كل شيء. الكوكاو والثوم البصل والبطاطا هذوما المشهورين بهم بزاف. الشمس هنا على مدار السنة تتيح للمزارعين إنتاج البطاطا الغير الموسمية وتصديرها وكذلك الطماطم والفول السوداني والبصل وغيرها. بعد ما نشحو كما نقول لك في ترويض الصحراء من ناحيه التمور وحفروا له هذوك الغوط ونشحوا يعني بطريقه تقليديه ويدويه. جماعه راكم تشوفوا هذه الطريق، هذه تاع هذه العجلات زوج هادو اللي راهم يدوروا شغل دوران محوري على كاع هذه الارض، ومن طول الماء راه يتوزع على كامل الارض والدور هذه كاع هكا شعلت تستغرق في مده 3 ساعات ونصف. 3 ساعات ونصف باش تزرع هذه باش تسقيها. باش تسقي هذه. واش عال يديروا من الخطره من مره؟ ما على الاقل في اليوم دورتين او ثلاثه على الاقل. تسمى دورتين او ثلاث دورات. تقوم هذه المحاور بسحب الماء من منسوب المياه الجوفيه وري الاراضي المحاطه بسحف النخيل، ما يخلق نوعا من المناخ المحلي. وفي هذه الصوره توضح لنا الزراعة التقليدية بتقنية الغوط والمصنفة في منظمة اليونسكو، وبجانبها الزراعة الحديثة والتي تتطلب الري المحوري ولا تستدعي الحفر. يعني فعلا استطاع أهالي واتسوف أن يحولوا هذه الصحراء القاحلة إلى جنة خضراء. رانا راح نشوفوا دروك البطاطا ياك. بطاطا بصح الموسم تاعها كمل، ما راح تشوفوها كي انتهاء الموسم تاعها. شوفوا الأرض برك كيفاش راهي. ايوا هذه نهايه الموسم. شوفوا الجوده تاع البطاطا، شوفوا من نبته واحده، يعني النبته الواحده، النبته الواحده شو شعل جبد من حبه بطاطا. شحال ها شوف 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 ها البطاطا ها ما شاء الله. وري لهم شعل ها ما شاء الله. من الرمال جبدها من الرمله. من الرمله سبحان الله. سبحان ديفوا تلقوا في نبته واحده مثلا هكا شعال من كيلو غرام؟ تحت زوز كيلو 3 كيلو. واو. كيلو نص. وما زالت التجارب مستمره على كل انواع المحاصيل الزراعيه التي كانت تعتقد انها لا تناسب البيئه الصحراويه. شحال من المنتوج ها هو؟ شحال ها الثانية ها هي الثالثه ها الرابعه. شوف انا ما كان من نبته واحده العلم لله معناها لا من انا ما نعلمش بها العلم اللي هاني حفرت امامك وهذه ها شوف من نبته واحده. قال لك اهم التحديات اللي تواجههم هي الريح كي يدخل لهم البطاطا يطلعها لفوق ويضربها الهواء تولي خضراء. تولي خضراء. من اهم الاشياء انه لازم الزربه. الزربه احاطه الزربه. كيما هنايا ما راهيش محاطه الزربه ما كانش. سما الريح يدخل. شوف الاسباب اللي راهي سبب لنا فيها. تقوم بدفن النبات البطاطا وعندها بعدها تسبب إزالة الرمال فوق الدرنات تسبب الاضرار للدرن كما تلاحظوا هذه في الصورة. والآن تعتبر الوادي الأول مصدر وطنيا في البطاطا، وفعلا هو قطب فلاحي بامتياز متقدم على أجود المناطق من الجزائر. وش تزرعوا هنا؟ نزرع الدرنات البذور البطاطا في الصيف في شهر ماي أو شوال. فالولاية لوحدها تساهم بحوالي 30% من المنتوج الوطني القومي لهذه المادة. الولاية الوحيدة التي استطاعت أن تقضي على البطالة بفضل الفلاحة. هذه الأراضي الخضراء هي كانت صحراء قاحلة خالية على عروشها، ولما قرروا سكان الوادي زراعتها اتهمهم الكثير بالجنون، لكن السوفي كان لديه طموح. احتغرب الشمس ونستغلوا رانا في عاصمة الرمال الذهبية، يعني يقولوا لها عاصمة الألف قبة مدينة الألف قبة وقبة، ويقولوا لها تاني عاصمة الرمال الذهبية. علاش؟ الرمال تاعها ذهبية والغروب تاعها قاعدة بلاتي جميلة حين تراها، والأجمل أن تزورها. منطقة شاءت لها الأقدار أن تولد في أكبر عرق مستعصي، فكان إلزاما أن ترسم الحياة وسط هذه الكتبان المهيبة.
ظل أهل الصحراء في هذه الربوع أوفياء لتراثهم وأراضيهم على رمال زاحفة كانت الأرض والوطن، فإنهم سكنوها بروح مشحونة بالتحدي، فما كان من هذا الرمل إلا أن يكون مطواعا مطيع عندما وجد من يرسم فوقه لوحات خضراء لم تكن سوى آية من الإبداع. فكيف لمعجزة الرمل الأخضر أن تتحقق، وكيف للإنسان أن يتحدى الصحراء ويروضها ليحول مفردتها من كلمة جامدة إلى أخرى تفيض بالحياة؟ وهذا إمعانا في التحدي وتطويعا للأرض التي دللها الله للبشر. غير أن أهل الوادي والحق يقال أناس مستقلون بطبعهم، متوكلون على الله بفطرتهم، يحسنون النوايا ويخلصون الجهد، وفي آخر النهار يرضون بفضل الله الذي أتاهم. فهو الآن يضع حلولا ناجعة لكل المشاكل في القطاع الفلاحي، وأنا دوري كان فقط أن أريكم هذه الثورة الزراعية التي أحدثها السوفي والتي تكاد تكون معجزة. ولا يزال الصراع قائما، فالبيئة لم تضع كل أسلحتها بعد، والإمكانيات المالية وأحدث التقنيات ما زالوا بحاجة إليها، وأتمنى أن يكون لهم دعم أكثر في المستقبل لأنهم أثبتوا استحقاقها.